ومن إبداعات السكيت بورد في غزة والرياضة إلى موضوعنا الأخير اليوم مشاهدينا عن لغة الجسد وتحديدا عند السياسيين والقادة، فكيف نقرأها وما هي دلالاتها؟ كل التفاصيل مع الخبير في لغة الجسد جوناثان شوفاني الذي ينضم إلينا مباشرة عبر سكايب من بيروت. جوناثان صباح النور. صباح النور لك ولجميع المشاهدين. يا جوناثان، يعني احنا نقول في تونس توحشناك لانه عندنا مده ما ريناكش معنا. تسلم. جوناثان يعني باعتراف كثيرين من اهل الاختصاص يعتبر في القائمه الاولى، يعني يمكن هو اللي ياخو اعلى رتبه، الرئيس الامريكي دونالد ترامب نموذجا يدرس للغه الجسد عند السياسيين، ما رايك؟ صحيح، لانه خرق كثير قواعد وصار هو كانه عم بيغرد خارج السرب، وبما انه رئيس امريكا اللي هي تعتبر من اقوى الدول بالعالم، فطبعا النموذج اللي هو عم بيقدمه كثير مهم لحتى يندرس. جميل. جوناثان، احنا خلينا نبداو معك بالصور وخلينا هكا نفهموا اكثر تعابير لغه الجسد عند القاده والسياسيين. في البدايه نبداو باول صوره معنا اللي هي لجيرارد شرودر السياسي الالماني. ما رايك بهذه الصوره وتعبيره خاصه في هذه الصوره؟ صحيح، كثير مهم انه الشخص من بعد هون عم نشوف انه الشخص كانه عامل شيء غلط او اخذ قرار خاطئ، بحس بالندم، بحس بالخزي، بحس بالعار، وبنفس الوقت بيكون عم يعمل حركات لحتى يطمن نفسه، مثل سيلف كومفورتينج جيستشرز، هيدي بتساعده لحتى شوي شوي يخفف من توتره. جميل. به نمشي الى الصوره الثانيه نكتشفوها معك ومع المشاهدين. هذا طبعا معروف عليه بانه يتحكم بشكل كبير بلغه جسده، وهو بوتين الرئيس الروسي. صحيح، الرئيس الروسي كثير عنده سيطره على لغه جسده، بيعرف اي حركات يعطيها، وبنفس الوقت عم بيمثل دوله عظمى كمان بالعالم. فما بيقدر ما تكون لغه جسده صارمه وحازمه، وخاصه انه عم بيمثل قوه روسيا، عم بيمثل كمان الهيبه اللي هي بدها تعطيها للعالم. ومثل ما كلنا بنعرف المشي يلي بيعتمدها، صحيح، والقعده بطريقه مسترخيه، وبنفس الوقت ما بيعبر عن ضعف، ما بيعبر عن قلق. واذا ملاحظين بالصوره كمان مرتاح، واجريه كمان بعدين عن بعض، وايديه مرتاحين، هيدا بدل قديش هو واثق بنفسه، وهيدا بدل قديش هو عم بحط حاله بمرتبه اعلى بالثقه بالنفس عن غيره من السياسيين ومن قاده العالم. كانه متحكم ومتدرب بشكل كبير. نمشيو الى الصوره الثالثه، اندرو يونغ محلل ومحامي ومحلل سياسي امريكي. صحيح، اللي عم نشوفه هو مرات بالديبيتس او بالحوارات والمناظرات التلفزيونيه، الشخص بجرب انه يعبر عن انفتاحه، بيعبر انه قديش هو عم بيشوف الشيء من منظار عام، بيعطي ثقه للمشاهد، بيعطي انه هو مش خيفان من شيء، انه هو عم يقدر يكشف اجزاء من جسمه، لانه هو مش خيفان من اي ثريت او خطر محدق فيه، وخاصه بمنطقه يلي هي تعتبر منا كثير محصنه بالعظام القويه، ان كان القفص الصدري اللي هو عظامه ديليكات او شوي صغيره هشه او اضعف من بقيه العظام، او بالنسبه لمنطقه البطن يلي هي ما فيها عظام وبنفس الوقت فيها اعضاء كثير حيويه للانسان، فلما الشخص يكون منفتح بهذا الشكل بيودي رساله انه هو واثق بالاخرين، انه هن مش رح يقدروا او ما بدهم انه ياذوا. مهمه هالحركه. نمشي الى الصوره الاخرى، السناتور الامريكي كوري بوكر. صحيح، هون اللي عم نشوفه الشخص لما بده يهدد، وخاصه السياسيين عندهم هيدي الشغله، لما بدهم يهددوا الشخص الثاني او يعطوا تحذير للشعب لخيارات معينه او لحتى ينتخبون، بيستعملوا الاصابع او بيستعملوا هالاشاره هيدي اللي بتدل عن التهديد، بتدل انه اذا ما عملت هيدي الشغله رح يصير في هيدي التداعيات، او اذا عملتها انتبه من هيدي المخاطر. فعلى الرغم من انه هن بيعرفوا هيدا الشيء، بيستمروا بانهم يعملوا هيدي الحركه لحتى يهددوا خصومهم بالسياسه. ومع الاسف يمكن هسه النوعيه من الحركه هذه نشوفوها برشا عنا نحن، ماني
تقريبا بترامب طبعا، وصورة من صور ترامب اللي دايما عنده كل يوم يطلع لنا بصورة أو بمشهد مختلف. في الصورة هذه نشوفوه كأنه يغمز معنا 100%. عنده لأنه مارج كتير كبيرة من التعبير الجسدي، إن كانت التعبيرات يلي بتدل على الأحباط أو على الغضب أو على الحزن، فبيمثلها بشكل كتير منيح. هون بالصورة اللي عم نشوفه إنه هو كأنه عم بيكون فرندلي مع العالم أكتر، عم بيقول لك إنه أنا فهمان عليك، أو في سر بينه وبينك، أو في شيء اتفقنا عليه ليش نعمله. فمن هيدا التعبير حتى منشوف ميلة زاوية الفم من ميلة اليسار أعلى من ميلة اليمين، بدل إنه كمان في superiority أو فوقية، وهذا مشهور فيه كمان الرئيس الأمريكي بالفوقية أو الاستعلاء عن بقية إن كان الرؤساء أو أي شخص. يعني هذا هو ترامب. نمشي إلى الصورة اللي بعدها جوناثان. كالعادة ترامب، والمرة هذه مع ماكرون، تقريبا هو فيها برشة صورة، فيها العديد من الشخصيات السياسية العالمية، ولكن تحديدا ترامب وماكرون، هل طريقة التسليم بالجذب كأنه جذبوا ليه؟ يعني مزبوط صحيح، كأنه شخص بده يربح، يعني هو بده يربح ولا ماكرون أو تسيطر عليه بأرضه، يعني بده يجيبه على التريتوار تبعه، يجيبه على المنطقة تبعه ويربحه بهذه المنطقة. فقديش هيدي إشارة بتدل على الدومينانس أو على السيطرة من قبل ترامب على الرئيس الفرنسي، وهيدا بدل من وراءه قديش الدولة الأمريكية من خلف ترامب قديش هي كمان مسيطرة على بقية البلدان. يمكن رئيس كرواتيا الوحيدة والمستشارة الألمانية في هالصورة هكا بينين منشرحين فرحانين. نمشي إلى بوريس جونسون. طبعا بوريس جونسون أيضا حركاته ما تختلفش عن ترامب تقريبا. شوف هالصورة معنا. نعم، في عنده بعض الإشارات يلي شوي صغيرة، يعني بيعمل فيها إكزاجيراسيون أو ببالغ شوي صغيرة، فهيدي المبالغة بده يوحد أي شخص إن كان سياسي أو مش سياسي. لأنه تخيل مثلا إذا منطبقها على الكلام، أنا إذا ببالغ بحكي الناس مش رح تقبضني جد، يعني مش رح تاخد كلامي بجدية. نفس الشيء لما الشخص يعمل حركات وإشارات أكثر فوق المعتاد، أكثر من العادة أو الطبيعي اللي هو بين الكتفين وبهالزون هيدي، بيكون الشخص كأنه عم ببالغ بلغة جسده. هيدا بدل أنه الناس مش رح كتير تقبضوا جد، أو حتى بتخفف من قيمة يلي عم يحكي، لأنه ببين عم يصطنع، أو لأنه ببين أنه اللي عم بيقوله عم بجرب يعطيه مثل توكيد إضافي. لما شخص يكون عم يحكي إشياء صحيحة أو إشياء ما بدها مبالغة، عادة مش بحاجة يعمل هالنوع من الإشارات المبالغة. يعني مع الأسف جوناثان انتهى وقتنا، والموضوع والحديث معك لا يمل منه، خاصة في مواضيع لغة الجسد وتفسيرها. شكرا لك. مرة أخرى شكرا لك الخبير في لغة الجسد جوناثان شوفيني، كنت معنا مباشرة عبر سكايب من بيروت. شكرا جوناثان.